وزير التعليم يوجه بالإعداد لعقد مؤتمر لعرض مشروعات طلاب مدارس المتفوقين للاستفادة من ابتكاراتهم وتنفيذها على أرض الواقع. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإعداد لعقد مؤتمر للوزارة لعرض مشروعات الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على الوزارات المعنية للاستفادة منها ومناقشة إمكانية تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجة ومواجهة التحديات العلمية في مختلف المجالات. وفي إطار الخطوات التحضيرية لهذا المؤتمر، وجه الدكتور رضا حجازي بتجهيز قاعدة البيانات بنتائج الأبحاث الخاصة بهذه المشروعات تمهيدا للاستفادة منها في مختلف المجالات، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تضع على رأس أولوياتها الاهتمام برعاية المبدعين والمبتكرين في جميع المجالات باعتبارهم الاستثمار الحقيقي لصنع مستقبل مشرق للدولة المصرية. معنا على الهاتف ملك ماجد أبو وادي، إحدى الطالبات المتفوقات بمدارس ستيم بالأسكندرية. مرحب بك يا ملك على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا ملك. في البداية أولا تعرفيني، عايز بطاقة تعريفية ليك يا ملك، وبعد كده كلميني عن مشروعك اللي تقدمتي بيه في المسابقة العالمية أيصف والمقرر عقدها في أمريكا خلال مايو المقبل. في البداية أنا طالبة في مدرسة متفوقين بعلوم وتكنولوجيا. علي صوتك شوية يا ملك بقى، يعني احنا بنعرف نفسنا فنعلي صوتنا شوية. تمام. أنا طالبة في مدرسة ستيم اسكندرية في سنة أولى ثانوي. تمام. والبروجكت بتاعنا احنا تيم بروجكت، أنا وزميلتي مريم محمد القاضي. تمام. البروجكت بتاعنا اسمه كوانتم هيليكس دي ان اي ميز سولد، وهو عبارة عن سيستم جديد بنستعمله في علاج الكانسر. تمام. بنستعمله في علاج الكانسر خاصة الأورام في المراحل الأولى، عن طريق إن احنا بنحاول إن احنا نرجع السل اللي بدأ بيها الكانسر لحالتها الأصلية بدل إن احنا نستأصلها أو إن احنا ندمرها. عظيم. ملك يعني بصراحة كلام هايل، يعني أنت طالبة في الصف الأول الثانوي وانت وصديقتك مريم اذا كان الاسم صحيح بحثتوا عن حاجه تهم ليس المواطن المصري ولكن يعني الانسانيه جمه. انا بحييكي بجد على هذا الاختيار، وبحييكي على تفوقك، وبحييكي على ذهابك لامريكا في مايو المقبل، واتمنى ان انت طبعا وان شاء الله يعني كلنا ثقه فيكي ان انت تشرفينا مش بس هنا لا قدام العالم كله. خليني بقى اسالك عن لقائك مع الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، توجيهاته ليكي في عقد المؤتمر لعرض مشروعاتكم بهدف الاستفاده منها وتنفيذها على ارض الواقع. هل اللقاء كان رسمي؟ كان أبوي وإنساني أكتر؟ يعني احكي لنا الحدوتة زي ما بيقولوا. طبعا المؤتمر كان ناجح جدا، والوزير فيه سيادة الوزير دكتور رضا حجازي طبعا دعم مشروعاتنا وأشاد بيها، وكان اقتراح المؤتمر إن احنا نرى في مشروعاتنا عشان نقدر إن احنا ننفذها كان فكرة كويسة جدا، وإحنا متحمسين لها جدا إن هي تطبق عشان نقدر إن احنا نعرف نوري مشروعاتنا للنور ونقدر ان احنا نمشي في اولى خطوات ان احنا نقدر ننفذها نفيد بيها المجتمع ونعالج المرضى المحتاجين العلاج ده. تمام. نعم. هل في حاجه معينه قالها لك علمت معاكي زي ما بيقولوا كده خليتك يعني عندك طاقه او حماس اكتر؟ الوزير طبعا قال ان البروجكت كانت فكرته كويسه جدا وان هي حاجه جديده وتقدر ان هي تفيد المجتمع، فده خلانا ان احنا متحمسين اكتر ان احنا ندي اقصى ما عندنا عشان فعلا نقدر ان احنا نحقق حاجه نقدر ان احنا نطبقه ونفيد بيه المجتمع. ملك هننتظرك في نهايه مايو بعد رجوعك ان شاء الله، واحنا بنبارك لك وتكون موجوده كمان موجوده معانا في قناه مدرستنا ونحتفل بيكي. وعد. شكرا ليك يا ملك وبالتوفيق ان شاء الله، وننتظرك ان شاء الله عشان نبارك لك.